أصدقائي وحبايبي، أحيا عالم ولست صنف بشري بمجرد تتبعنا وما حولها. أوه، اليوم عن الدراسة. أوكي، ماشي ماشي. لحظة لحظة، وهيك أنا جاهز. وزي ما وعدتكم، اليوم حنتكلم عن دراسة السكيورتي للناس اللي حابين تفوتوا هالمجال والمهتمين بالموضوع، وفي رد كمان للناس اللي بيسألوني كل شوي كيف بدنا نكون هاكرز. بس قبل ما أبدأ، بالأمانة الفيديو هذا اللي انتو هلا حتشوفوه، أنا كنت بحلم ألاقي شخص يعطيني المعلومات هاي بالترتيب هذا، أو حتى لو فيديو يشرح لي إيش أنا لازم أدرس، لأنه زي كتير منكم هلا حابين هالمجال كتير وبدهم يفوتوه، بس مش شايفين قدامهم طريق واضح يمشوا فيه، ما بيشوفوا قدامهم هلا إلا ضباب. هلا أنا بعرف وحاسس فيكم. بالنسبة للي حابين يتعلموا الهاكينج والسكيورتي، موضوع انه تدوروا بس على خيط يوصلكم للطريق اللي تمشوا فيه بمجال السكيورتي والهاكينج اصعب من الدراسة نفسها. وعارف شعوركم، متأكد من كلامي 100% لاني مريت فيه. انا كنت بتمنى احد يقول لي بما انك بتحب الهاكينج ادرس هاي عشان توصل هون، عشان توصل لهنا، علشان توصل اخر شيء النقطة اللي انت بدك اياها. ولا حتى لقيت فيديو ممكن يوضح للناس اللي حابين يتعلموا هالمجال كيف يفوتوا فيه وشو الشيء اللي حيوصلوا له، او شو التارجت اللي يوصلوا له باخر الموضوع. وهلا رح نحدد التارجت اللي تحطه قدامك، تكتبه بخط كبير وتحطه قدامك بالغرفة، ويظل هذا هو الهدف تبعك طول الوقت. كيف توصل له كمان انا حاقول لكم اياها واحدة واحدة، فركزوا معي. كل واحد يجيب ورقة وقلم. في حدا بيستعمل ورقة وقلم هالايام؟ يعني اللي عنده ورقة وقلم يجيبها. اهم شيء انكم تركزوا معي، اللي ببالهم سيكيورتي واللي ببالهم هاكينج ركزوا معي اليوم. ونقول بسم الله. متذكرين السؤال اللي بنحكى لأي واحد خلص الثانوية؟ انت ايش بتتمنى انك تصير؟ اللي حابين مجال الهاكينج والسيكوريتي اليوم رح تجاوبوا على هذا السؤال وراسكم مرفوع بكل ثقة. فالشي اللي حنسويه هلأ حيكون شوي مختلف. كيف؟ انا لكم كيف. فخلينا نقول هلأ، انتو مرت عليكم 5 سنين من يوم ما شفتوا هذا الفيديو. 5 سنين، يعني بإذن الله صرتوا already وصلين للتارجت اللي أصلا بديتوا دراسة السكيورتي علشان توصلوا له، واللي كان طول فترة ال5 سنين بين عيونكم وشايفينه قدامكم وهذا هو هدفكم، اسمه Certified Information Systems Security Professional، أو ممكن كمان نسميه Certified Intrusion Analyst. هدول الاسمين هم هدفكم. يعني لما واحد يسألكم انتو ايش حابين تصيروا او وين حابين توصلوا بحياتكم من ناحية التعليمية، تقولوا لهم انا حابب اكون سيسك، او انا حابب اكون جي سيك. هذا هو التارجت تبعكم اللي بدكم توصلوا له. هلا ليش انا قلت سيسك او جي سيك؟ ببساطة لانه كل واحد فيهم منظمة لحالها، كل واحد فيهم شهادة مختلفة عن التانية بالاسم، بس كمضمون تقريبا التنتين نفس الشيء. وانا بالنسبة لي بفضل السيسب لانها تعتبر افضل شهادة بهالمجال، مجال السيكيورتي. ولما تكون معاكم بتروحوا لاي شركة بدكم اياها، بتفتحوا باب المدير بإجركم وبتحكوا له انا داومت بهاي الشركة، حقعد على هداك المكتب وراتبي هيك، وقول للتي بوي يجيب لي القهوة تبعتي على مكتبي بسرعة. بس انتو ما راح تسووا هيك ولا؟ ولا هل هاي الشهادة بالتفصيل حتعلمكم Security and Risk Management, Asset Security, Security Engineering, Communication and Network Security, Identity and Access Management. مذكرين زعتر؟ زعتر اللي طخ السكرتيرة بالأخير. و Security Assessment and Testing, Security Operations, Software Development Security. أنا ما عم بطلب منكم لا تحفظوا ولا تفهموا الأشياء اللي أنا هلأ قلتها، لأنه زي ما أنتوا عارفين إحنا هلأ عم نتكلم عن 5 سنين في المستقبل، فلما توصلوا لهاي المرحلة حتكونوا already أصلاً فاهمين وعارفين شو اللي أنا قلته قبل شوي. فعشان نسكر موضوع ال5 سنين، زي ما حكينا بتخلوا التارجت قدامكم، مثلاً خلينا نقول السيس، بتخلوا السيس قدامكم دايماً، هذا التارجت تبعكم، هاي هي الخلاصة، هاي آخر نقطة بدكم توصلوا لها بالوقت الحالي، هاي اللي بدها تضل دايما قدام عيونكم. اكتبوها على ورقة وخلوها قدامكم دايما، او خلوها وول بيبر على الديسكتوب تبعتكم، على اللابتوب او على الكمبيوتر تبعتكم. المهم هاي بدها تضل قدام عيونكم، لانه هاي هي الهدف تبعكم اللي بدكم توصلوا له باخر هالمطاف. طيب تمام، هلا كيف بدنا نوصل للتارجت هذا؟ كيف بدنا نوصل للهدف تبعنا اللي هي السيسب؟ اكيد طبعا لها متطلبات. السيسب مش اي حدا بيقدر يروح يختبرها او يروح ياخذ الشهاده تبعتها او يقول انه انا سيسب. لازم الواحد يكون مؤهل، ومؤهل كتير منيح، علشان يقدر يوصل لهاي الشهاده ويقدم اختبارها ويصير اسمه سيسب. فهذا الهدف اللي حتوصلوا له بعد 5 سنين من هذا الفيديو. طب هلا احنا معانا السيسب، طب كيف اخذنا السيسب هاي؟ خلونا نرجع 3 سنين لورا عشان نعرف احنا كيف اخذنا هاي السيسب.
فاللي حنتكلم فيه هلا يعتبر سنتين من هذا الفيديو، واحنا هلا بالطريق للسسب ومر سنتين على هذا الفيديو، والسسب قدام عيوننا وهي التارجت تبعنا وبدنا نوصل لها. ايش هلا المفروض يكون معنا او نكون درسين عشان نعرف انه احنا بالطريق الصح للسسب، او خلينا نقول لقمة السيكوريتي؟ هلا خلينا نقول بده يكون معاكم على القليل واحدة من هدول الثلاثة، اللي هم CEH Certified Ethical Hacker، GCIA Certified Intrusion Analyst، CISA Certified Information Security Auditor. كل واحدة من منظمة، كل واحدة من شركة، خلينا نقول تقريبا نفس الماتيريال او نفس المضمون، يعني الاشياء اللي حتتعلموها تقريبا واحدة، ما حيكون في اختلاف عظيم بينهم، بس كل واحدة من شركة وكل واحدة بتعطيكم الاسم تبع الشركة تبعتها. كلها شهادات عالمية معروفة للكل، كل اللي بعالم السيكوريتي والهاكينج اللي شغالين بروفيشنال بيعرفوا هاي السيرتيفيكت، واكيد طبعا بيعرفوا السسب. السسب هي الهدف اللي بيوصله كل واحد بيشتغل بالسيكوريتي، بس احنا هلا عم نقول كيف بدنا نوصل لها. فنرجع ونقول واحدة من هاي الثلاث سيرتيفيكت، CAH GCIA او CISA، انت معك واحدة من هاي الشهادات معناتها انت سيكوريتي بروفيشنال، تعتبر مش مجرد هاوي عم بجرب ابلكيشن سوفت ويرز موجود على الانترنت. فعلى القليل واحدة من هدول الشهادات هلا معاكم بعد مرور سنتين من هذا الفيديو. زائد، وهي الزائد انا بعتبرها مهمة مرة جدا، في ناس حيكيفوا عليها، اسمها LPT License Penetration Tester، بالعربي يعني انت هاكر بس ليجلي. الشركات المحترمة بتجيب الاشخاص اللي زي هاي علشان تفوتهم على شركتهم وتخليهم يهكروا الشركة ليجلي، يعني فعليا هدول الاشخاص بيجوا على الشركة بيهكروها من فوق لتحت وبيطلعوا كل الاخطاء الموجودة من ناحية السيكوريتي وبيعطوهم الحلول كمان. فالLPT تعتبر اضافة جدا حلوة للي حابين يكونوا License Penetration Tester. بالمرحلة هاي لحالها احنا نعتبر بروفيشنال بالسيكوريتي، ويعتمد علينا اعتماد قوي مرة جدا نسوي هاكينج اوفيشلي علشان نطلع الاخطاء والمشاكل، منحل الاخطاء والمشاكل هاي، نقدر نقدم كل الاستشارات اللي بيحتاجوها، نقدر نجاوب على كل او اغلب الاسئلة اللي بتنطرح من ناحية السيكوريتي والمشاكل تبعتها، وبنقدر نعطي حلول كاملة بطريقة محترفة لأي شركة محتاجة سيكوريتي في الشركة تبعتها. هنا احنا نعتبر انه مشينا او وصلنا تقريبا لأكثر من نص الطريق للسسب، اللي هي هدفنا الأساسي اللي بدنا نوصل له. خلونا نسيب السنتين أو خلونا نسيب المستقبل، تعالوا نرجع لليوم. هلأ إحنا اليوم بالحاضر كيف بدنا نبدأ الدراسة عشان نوصل لل CAH GCIA CISA معاهم LPT؟ هذا اللي حنقوله هلأ، وركزوا معاي كتير منيح. كل واحد فيكم إذا حطها براسه بيقدر يبدأ طريق السيكوريتي تبعته من اليوم، من هلأ بده يبدأ كالتالي. واحد، انا بسميها عائلة البلس، مهمنا من عائلة البلس هاي A بلس، Security بلس، Network بلس، ولينكس بلس، هدول اللي بهمونا مبدئيا من ناحية Security. هلا هدول من شركة اسمها CompTIA او بيقولولها CompTIA، وهالشركة هاي مش مربوطة مع اي شركة تانية، يعني ما الها برودكت، ما الها منتج قاعدة عم بتسوقه، مجرد انها شركة بتطلع هاي الترينينجز تبعتها المتوفرة بكل مكان بدون قيود، يعني بتطلع المنتجات التانية الموجودة بالسوق وبتشرحها بدون اي تحيز لبرودكت معين او لمنتج معين. فهدول موجودين على الانترنت، وانا عم بسوي سيرش على اليوتيوب لقيت اكتر من قناة منزلة هاي الكورسز مشروحة بالعربي، واللي صدمني انه ما في عليهم فيو، ما حد عم بيشوفهم. انا بالنسبة لي بقولهم الف شكر على المجهود اللي هم مسوينه، وانه منزلين هاي الكورسز كاملة مشروحة بالعربي على اليوتيوب للكل عشان يشوفوها، مش ضايل الا انه الواحد يفوت ويتفرج عليهم وبس. مع هيك للاسف ما في عليهم فيو والناس ما عم بتشوفهم، لانه الناس اصلا ما عم بتدور عليهم، لو عم بدوروا عليهم حيلاقوهم على طول، لانه انا اول ما سويت سيرش على طول لقيتهم قدامي. في اكثر من واحد بس حاولت اشوف الاوضاح بينهم، والف شكر لهم، انا والله ما بعرفهم ولا كلمتهم حتى مش متاكد من اسمائهم. بس الشيء اللي حيصير انه ححط لكم البلاي ليست تبعتهم بالديسكربشن تحت طبعا باليوتيوب، واللي حاب يفوت على الشانلز تبعتهم ويتفرج على الكورسز هاي من هلا بيقدر يفوت ويبدا يتفرج ويبدا يتعلم. انا ححط القناتين اللي لقيتهم، اوضح شيء لقيتهم تقريبا، وكل واحد في عنده اشياء ممكن تكون مش موجودة على الثانية، بس انتوا فوتوا على الاثنين وشوفوا شو اللي بناسبكم منهم. فخلينا نرجع لموضوعنا، هل A بلس، Security بلس، Network بلس، Linux بلس. مش ضروري تاخدوا السيرتيفيكات تبعتهم كلهم، بس هدول لازم تشوفوهم، الفيديوهات موجودة زي ما قلت لكم، افهموا شو اهميتهم، اعرفوا عن شو عم بيحكوا، لانه هدول اساسيات لازم تكون عندكم. عائلة بلس رقم واحد. في عندكم كمان لازم تعرفوا شيء اسمه Programming او برمجة. بالنسبة للبرمجة في كتير لغات، زي مثلا Python، C++، PHP وغيرهم، بس كلهم نفس الكونسبت،
الكونسبت او المبدا، يعني اللي بيعرف وحده فيهم ما راح يكون صعب عليه ابدا انه يفهم اي وحده من الباقيين، مع اختلافات بسيطه او ممكن شوي كتير تكون الاختلافات، بس المبدا لسه واحد. اذا بتسالوني انا ممكن انصح انه تفوتوا بالبايثون، يمكن اسهل ان اتعلم من غيره، او ممكن لانه انا متعود، بس انا هذا رايي بالموضوع. تبداوا بالبايثون وشرحه موجود بكل مكان، انتوا بس فوتوا على اليوتيوب او جوجل سووا سيرش على البايثون، حيطلع لكم كتير سايتس وكتير فيديوهات على كيف تتعلموا لغه البايثون ولغات البرمجه الثانيه لو حابين انه تبداوا بلغه ثانيه غير البايثون. كمان ما عندكم اي مشكله فالبروجرامينج او البرمجه هاي خلوها كمان ايكولي مع عائله البلس، شوفوا كيف تنظموا وقتكم انه تجمعوا بين الشغلتين هدول مع بعض. بس بالوقت اللي بتخلصوا فيه عائله البلس بتنتقلوا على طول لشيء ثاني اسمه سيسكو، في كورسين مهمين للسيكوريتي تقريبا ما حتحتاجوا اكثر منهم بالنسبه للي حابين يوصلوا للسيسب، سيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيات وسيسكو سيرتيفايد نتورك اسوشيات سيكوريتي. هدول الكورسين مهمين لانه حيعلموكم بتفاصيل شوي اكتر عن اشياء اسمها راوترز سويتشز بروتوكولز فاير وولز واشياء تانية، فكمان هدول مهمين انه تدرسوهم. عشان نلخص القصة، عنا عائلة البلس بدهم يخلصوا الفيديوهات كلهم، اللينكات موجودة تحت، لغة البرمجة اختاروا واحدة من اللغات وابدأوا تعلموها، سيسكو CCNA و CCNA Security قدامكم سنتين تخلصوا هدول توصلوا للCH GCIA CISA، بعدها عندكم 3 سنين عشان توصلوا للسيسكو. انا برأيي هاي الطريقة الصح علشان الواحد يتعلم بأكاديمية بروفيشنال يكون له اسم بعالم السيكوريتي ويشتغل باحترام احترافية بالنسبة للي بيضلوا يسألوا انا بدي اكون هاكر علمني الهاكينج. طب اعطيني برامج للهاكرز، هذا اسمه تضيع وقت، ما في احد راح يعلمكم هاكينج على الانترنت لانه الهاكرز المحترفين اللي شغالين صح تقريبا بيعرفوا كل المعلومات هاي اللي حكيناها قبل شوي، حتى لو ما اخذوا ولا سيرتيفيكت من هدول اللي احنا حكيناهم قبل شوي، بس هم عندهم خبرة كافية انه يجاوبوا على اي سؤال موجود باي كورس من هاي الكورسات لانهم اشتغلوا بايدهم جربوا تعلموا حتى لو مش من هاي الكتب، بس اكتسبوا كل شيء موجود بهاي الكتب عن طريق الخبرة. فبدل ما تروحوا للطريق المختصر اللي ما منها فائده، تجيبوا برنامج يشتغل معكم اسبوع تعتبروا حالكم هاكرز وبعدها يوقف لانه صار فيه ابديت على برامج السكيورتي وبطل له فائده، وتصيروا تروحوا تدوروا على احد مشفر السيرفر هذا تبع البرنامج عشان تقدروا تصيروا هاكر مره ثانيه تتهكروا، لانه اغلب السيرفرات اللي بحطوا لكم اياها على الانترنت تروحوا تسحبوها مهكرة اصلا وبتنزل على اجهزتكم بتهكركم وانتم ما عندكم خبر، بس بدكم مجرد انه سيرفر يشتغل وتروح تبعتوه للعالم تعتبروا حالكم هاكرز. هذا مش حل، تعلموها على اصولها، كونوا بروفيشنالز، كل شيء له وقته، اعطوها وقتها، ادرسوا تعلموا، ما رح تكونوا بحاجه انه تروحوا تدوروا على سوفت وير يشتغل معاكم فتره معينه تعتبروا حالكم هاكر فيها، هذا غلط. باخر الموضوع ان شاء الله الطريقه اللي شرحت لكم فيها خطوه الدراسه هاي تكون واضحه، وهاي من وجهه نظري السيرتيفيكتس هاي شهادات قيمه جدا حتفيد الكل بحياتهم العمليه بالنسبه للسكيورتي. باخر الموضوع بحكي لكم انه السكيورتي المحترف هو هاكر محترف، واخر شي بقولكم انه الله يسعدكم والله يوفقكم كلكم. بس شغلة صغيرة بالنسبة للي بشوفوني معهم السيسب CEH GCIA CISA LPT CCNA Security CCNA Linux Plus Network Plus Security Plus A Plus PHP HTML او ما معهم ولا شي من هدول، كلكم سوولي لايك شير سبسكرايب سلام. بس مش من كمبيوتر لكمبيوتر، لا 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 لا، بين بني آدم وبني آدم تاني. ايش هذا؟ انا اقولكم ايش هذا، يعني بني آدم فعليا بيهكر عقل بني آدم تاني او تصرفات بني آدم تاني او بقنعه